السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الأرثروبلاستي، وهنتكلم دلوقتي عن الريهابليتيشن أو the hip arthroplasty. في عندنا طبعا في rehabilitation goals، ودي important طبعا عشان احنا نعرف هنعمل ايه للبيشنت وعايزين نوصله لغاية فين. يهمنا ان احنا نخلي البيشنت ده يبقى independent في البيد موبيليتي، ان هو يعمل transferring in bed، transferring from bed to chair و from chair to bed و toilet transfers. كمان يهمنا ان احنا نعمل restoration لل range of motion و لل muscle strength، طبعا في ال hip joint وكمان في كل lower limb. يهمنا ان احنا نرجع ال patient ده independent في ال dressing، يقدر يعمل wearing و taking off the dress بتاعه by himself، و independent في الambulation، يقدر يعمل standing و walking by himself، وكمان يقدر يعمل الexercises by himself. برضو لازم نرجعه يعرف يعمل stair climbing up and down stairs، وكمان لازم يعرف ايه precautions اللي لازم يلتزم بيها، لازم يلتزم بيها عشان ما يحصلش hip dislocation. طبعا هيب ديسلوكيشن هيحصل ديسلوكيشن للهيد، للبروسيزس، للارتفيشال هيد اللي تركبت هتطلع اوتسايد الاسيتابيلوم، احنا مش عايزين ده يحصل. كمان علشان نتكلم عن الريهابليتيشن، في عندنا مين جايد لاينز هنتكلم عليهم. احنا عايزين نعرف ان البيشنت ريت اوف ريكفري مهم جدا، بيختلف من subject ل subject. يبقى في عندنا individual rate of recovery مهم جدا، بيبقى base of progressing through the phases of rehabilitation، يعني مقدرش ننقل على standard schedule. تمام، يبقى tissue healing وال individual rate of recovery important for progressing from phase to other. كمان ال mobility aids وال adaptive equipments ال patient ده بيستخدمهم، مش كل الناس بتستخدمها زي بعض، لكن according to the need of each one، يعني برضو على individual basis. تمام، مهمنا ان احنا نعمل elevation للtoilet seats علشان البيشن ده ما يعملش excessive flexion في الهيب، وعشان يقدر يعمل standing after sitting. كمان الهوم انفايرومنت اللي البيشنت ده عايش فيها بيهمنا ان احنا كمان نعمل فيها موديفيكيشنز عشان البيشنت يقدر يتحرك بامان. يتحرك بامان ازاي؟ يكون مثلا في مساحات واسعه يقدر يمشي فيها، نشيل الكاربتس من الطريق، يكون في كل الحاجات اللي هو هيستخدمها تبقى هاي، ما يضطرش ان هو يعمل بندنج فورورد وهكذا. الباث روم نفس الشيء، لازم يبقى changed according to the needs of the patient. في عندنا 3 phases of recovery. عشان ننقل من first للsecond للthird، ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على healing of the bone and soft tissues. كل ما يكون طبعا healing احسن، كل ما نقدر ان احنا progress. برضو muscle strength عشان هي اللي بتcontrol الjoint، فمهم قوي ان هي برضو بتبقى فاكتور عشان ننقل. الويت بيرنج ستاتس بتختلف من بيشنت لبيشنت، واكوردنج للتريتمنت بروجرام بتاعه، واكوردنج للانديفيديوال فاريشنز، فبننقل برضو اكوردنج للويت بيرنج، وعلى قد البين ما يبقى ريديوس نقدر نبروجرس. برضو على قد البيشنت ما بيقدر يتحرك، لو افرض البيشنت اخد وقت طويل عشان يقدر يعمل بيد موبيليتي وترانسفيرز اللي احنا محتاجينه يعملها، فمش هيقدر نبروجريس للايه الفيز اللي بعدها. كمان البيشنت ده لازم يلتزم بكل بريكوشنز، علشان لو ما التزمش بيها مش هنقدر نعمل بروجريشن، لان هيحصل له كومبليكيشنز، فاحنا مش عايزين كومبليكيشن تحصل، فلازم البيشنت ده يكون ادابتد على البريكوشنز. عندنا 3 phases of recovery. اول حاجة اللي هي الماكسيمم protection phase، وبعدين الmoderate protection phase، وبعدين الminimum protection phase. هنتكلم عليهم واحدة واحدة. phase اللي هي initial phase او الماكسيمم protection phase، اللي هي اكتر phase بيبقى فيها protection للpatient. الpatient ده هيعمل respiratory exercises، طبعا هو post operative لازم نعمله
chest exercises ونعمل له كمان cuffing. تمام، ال patient ده يحتاج يعمل circulatory exercises ويعمل ankle pump و two exercises. تمام، ال patient هنبتدي معاه quadriceps setting exercises شوية شوية، هتبقى graduated لما نعمل isometric exercises لل quadriceps. ال patient هنحاول ان احنا نخليه يعمل sitting. ال sitting ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنعمل raising لل back of the bed. نعمل raising لل back of the bed في اتجاه الفليكشن، وجراديوالي بن increase الرينج لغاية ال patient ما يقدر يعمل upright sitting. كمان ال patient ده بنساعده ان هو يبتدي يعمل self assisted hip flexion. يعني ايه؟ بيعمل hip dragging، heel dragging. الهيل دراجنج ده بيبقى البيشنت بيعمل دراجنج للهيل بتاعه على البيت، وجرادوالي بيعمل فليكشن وفليكشن في النيو وفي الهيل، او يقعد والباك سبورتد. ده بيساعده برضو على انه ايه؟ يبقى في سيتنج بوزيشن. نبتدي نعمل ايزومتريك اكسرسايز للجلوتياي، وده بيكون في الداي 3. يعني في اليوم الثالث نقدر نعمل له ايزومتريك اكسرسايزز للجلوتياي، ويقدر يستعمل بقى الباسيف الكونتينوس باسيف موفمنت ماشين لايك ذس، او نعمل له ريلاكسد باسيف موفمنت اكسرسايزز. البيشنت يبقى كومبليتلي ريلاكسد، ولما نبتدي نعمل اكتيف اكسرسايزز تبقى اكتيف اسيستد اكسرسايزز، وبعدين جرادوالي تبقى اكتيف رينج اوف موشن اكسرسايزز. بس must avoid the excessive hip flexion والادكشن والميديال روتيشن، ده هيبقى avoided for 1 to 1.5 كمان البيشنت ده في السكند ويك او افتر 2 ويكس ممكن يبتدي يعمل extension of the knee joint وهو in sitting position، بس لازم يبقى الباك supported. تمام، الاكسرسايزز فور ذا ساوند ليم طبعا فيري امبورتنت، ومن الفيرست داي بنبتدي نشتغل عليها كمان حتى بري اوبرتيف. طبعا بنعمل له رينج اوف موشن اكسرسايز، ايزومتريك اكسرسايز، كل الحاجات دي بتبقى مفيده للبيشنت. تمام، الويت بيرنج بالنسبه للبيشنت ده، الويت بيرنج مهم جدا، بس بيعتمد على ال type of fixation. type of fixation ازاي؟ يعني ال type of fixation زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان عندنا الاوستيومور وعندنا التومسون بروسيس. الاوستيومور قلنا ان هو بيبقى non cemented وبيبقى ال weight bearing delayed، والتومسون بروسيس بيبقى cemented وبيبقى نقدر نعمل patient ده early weight bearing according to ايه؟ لل bone formation and consolidation of the prosthesis inside the femur. البيشنت بيبتدي عند الويك 6 يعني عند شهر ونص تقريبا يعمل تو داون ويت بيرنج ووكينج على ووكينج على ووكر. تمام، بعد كده after 6 weeks ممكن gradually يبتدي يعمل partial weight bearing. تمام، ويعمل فوت فول ويت بيرنج بعد 6 ويكس. تمام، والبيشنت ده البيشنت ده بيعمل كومبليت ويت بيرنج افتر 2 مانثس على كراتشز، يقدر يعمل على كراتشز، وممكن بعد كده افتر 2 مانثس يمشي على كين لغاية 4 to 6 months. بعد نهاية الفيز 1 أو الـ Initial Protection Phase، البيشنت ده هيعمل progression للفيز 2. الفيز 2 لازم عشان البيشنت يوصل لها لازم يكون البين بتاعه أقل، ولازم يكون هو التزم بكل البريكوشنز وكل الاكسرسايز اللي المفروض يعملها في خلال فيز 1، وكمان يقدر يعمل اندبندنت بيد موبيليتي اند ترانسفيرز، يقدر يتحرك في البيد بسهوله ويقدر يعمل ترانسفيرز بسهوله، والجيت بتاعته تبقى امبروفد، و
كمان يقدر يعمل active range of motion of the hip with pain free، يبقاش عنده pain during movement. تمام، بس هو ملتزم بالموفمنت ريستريكشنز اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي الادكشن والانترنال روتيشن، و كده يقدر يدخل على الفيز 2 اللي هي المودريت بروتكشن فيز. الفيز دي كاركترايزد باي انكريزنج فانكشن ريزيستيف اكسرسايز. يبقى احنا هنا هندخل على الفيز 2، يبقى البيشنت يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل resistive exercise. يبتدي نعلمه ان هو ينام في البرون وياخد البرون kneeling position، وممكن يستخدم كمان recumbent bicycle ergometer like this عشان يبقى الباك بتاعه supported ويقدر يعمل kneeling بيها بال lower limb. تمام، البيشنت ده ممكن يعمل كلوز كاينيتيك تشين اكسرسايزز، بس ده بيعتمد على التايب اوف بروسيسز اللي هو مستخدمه. اذا كانت سيمنتد بروسيسز هيقدر، اللي هي السيمنتد بروسيسز اللي احنا قلنا ايه، اللي هي تومسون بروسيسز، البيشنت ده يقدر يبتدي الكلوز كاينيتيك تشين بتاعته من السكند للفورث ويك في خلال الفترة دي يعني. لكن لو البيشنت ده مستخدم الانسيمنتد بروسيسز اللي هي الايه الاوستيومور، البيشنت ده هيبتدي يستخدم ال close kinetic chain later on، يعني تقريبا من بعد شهر لشهر ونص تقريبا يبتدي يعمل ال close exercise. ال close kinetic chain exercises زي ال partial supported knee bends، زي ال weight shifting، زي ال treadmill walking، زي ال leg presses وال mini steps up و الستاندينج والهيب والني اكستند. طيب بعد البيشنت ما يقدر يعمل الكلام ده كويس، هنبتدي نعمل بروجريشن لايه؟ للفيز 3. يبتدي البيشنت جرادوالي ينقل على الفيز 3. هينقل على الفيز 3 لما يكون يقدر يعمل كل الاكسرسايزز اللي اتعلمها في الفيز 2 بسهوله، يبقى ما عندوش مشكله في انه يعمل الاسترنسنج اكسرسايز. الاسترنس بتاعته بقت مور بيتر، تقريبا نير نورمال، والرينج اوف موشن يبقى كويس كمان، ويقدر يعمل الموفمنت وزاوت بين او فيري مينيمال بين. تمام، يفضل بقى في الفيز 3 اللي هي المينيمال بروتكشن فيز، اللي هي تقريبا من 3 تو 4 مانث. خلال الفترة دي احنا يهمنا البيشنت ده يقدر يرجع تاني للنورمال جيت وزود اسيستيف ديفايس. هو بيبقى بيستخدم كراتشز وينقل من الكراتشز على الكين، ويبتدي يمشي على الكين جرادوالي، يبتدي يبقى يعمل لها ريموفال جرادوالي لغاية ما يمشي نورمال جيت وزود اني اسيستيف ديفايس. تمام، البيشنت ده يقدر يعمل كل الفانكشنز بتاعته مع نفسه من غير ما يكون في اي اسيستنس من اي نوع في نهايه الشهر الثالث. البيشنت كمان في خلال الفيز 3 بنركز بقى، احنا قلنا فيز 2 بنركز على الريزستيف اكسرسايز، في الفيز 3 احنا بنركز على البالانس اكسرسايزز والكوردينيشن اكسرسايز والبروبريسبتيف تريننج. تمام، والكلوزد كاينيتيك تشين تبقى مور ادفانسد. البيشنت ده لو عايز يرجع للسبورتس اكتيفيتيز بتاعته زي الجولف والسويمينج والدبل تنس، الحاجات دي لازم يبقى ياخد ايه، رأي مين؟ رأي السيرجن بتاعه.